السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو. فيديو عن البروسيجر أو طريقة how to install الـ OpenStack على CentOS 8. أتمنى أن هذا الفيديو يكون فيديو مفيد، خاصة للأشخاص اللي حابين يتعلمون على الـ OpenStack. بس قبل لا نبدأ عن البروسيجر وشلون نعمل انستليشن، بس مقدمة سريعة عن الديفينيشن او ما وش نقصد بالاوبن ستاك. الاوبن ستاك عبارة عن اوبن سورس كلاود كومبيوتينج بلاتفورم، هو عبارة عن كلاود كومبيوتينج مشابه الى الاي دبليو اس والمايكروسوفت ازور، بس الفرق انه هو اوبن سورس، يعني اي جهة او اي اورجنايزيشن ممكن تعمل تعديلات على السيرفيسز اللي على الاوبن ستاك. وكاي كلاود كومبيوتينج هو يحتوي على مجموعه من السيرفيسز او الكومبوننت اللي ممكن تو اكسس او توصل اليها على الانترنت. وان شاء الله يعني ان شاء الله السلايد القادم راح نبين شو يعني المين كومبوننت تبع الاوبن ستاك. والاوبن ستاك هو ككلاود كومبيوتينج يعتبر ك ك كانفراستراكشر از ا سيرفيس، بمعنى ان اي جهه او ممكن تستخدم هذا الاوبن ستاك عشان تستخدم خدمه الانفراستراكشر. ممكن ان انت تدبلوي انك تضع الانفراستراكشر. هنا شنو نقصد بالانفراستراكشر؟ نقصد الانفراستراكشر الكمبيوت، الستورج، النتورك، هذه كلها سيرفيسز الاوبن ستاك تقدمها ككلاود، تقدمها الى الشخص او الجهه اللي ممكن اللي حاب تدبلويت. فهي تعتبر انفراستراكشر از ا سيرفيس. وطبعا هي ككلاود ممكن تبي ديبلوي كبابليك او برايفت كلاود. كبابليك ممكن السيرفيس او الكومبوننت تبي اكسس فروم البابليك انترنت، من والبرايفت بتكون داخل المؤسسة أو داخل الأورجانيزيشن. فهي فيها تو أوبشن، تقدر تو ديبلوي هذا الكلاود كبرايفت كلاود أو بابليك كلاود. فهي هذا الأوبن ستاك كديفينيشن إليها. إن شاء الله راح تتوضح إن شاء الله مع الفيديوهات، وإذا رحنا على السيرفيسز الكومبوننت راح تتوضح بشكل أكبر، بس هذا كمقدمة. ومثل ما ذكرنا في السلايد الماضي ان هي تحتوي على مجموعه من الكومبوننت او السيرفيسز وليها تسميات في الاوبن ستاك. فهذه يعني المين كومبوننت. في كومبوننت ثانيه بس هذه لين المين. فعندنا الكيستون هذه كومبوننت او سيرفيس وظيفتها الى الايدنتيتي، يعني في الاوبن ستاك تو كرييت اليوزرز، الجروب، الباسورد، هذه كلها مهم. هذه السيرفيسز كلها تقدمها الكيستون. وعندنا النوفا هي عباره عن الكمبيوت او الفيرتشوال ماشين في عالم الاوبن ستاك تسمى نوفا. والبلوك ستورج اللي هي الديسك ل how to attach it أو to connect it مع الـ virtual machine أو النوفا في الـ OpenStack يسمونه sender. والـ networking how to deploy الـ network في الـ أو عالم الـ network في الـ OpenStack تسميتها يسمى نيوترون. والـ glance هو عبارة عن الـ image تبع النوفا. إذا في أي operating system أو image الى النوفا اذا بتاخذ كسناب شوت يسمونه جلانس هذا الايمج. والسويفت هي عباره عن الاوبجكت ستورج. الاوبجكت نقصد اي اوبجكت، اي فايلز انت تبغى تعمل لها ابلود، الاوبجكت ستورج تسمى سويفت. وفي اخر حاجه هنا عندنا الهيت، هي عباره عن اوركستريشن. هذه الخدمه تعطي الى المستخدم ان to create a template على الاوبن ستاك. template نقصد انه مجموعه من السيرفيسز ممكن تكستمايز وتعمل template، عشان كل مره بدل ما تعمل creation الى new deployment
تكون عندك هذا التمبلت. ان شاء الله هذين السيرفيسز ان شاء الله بنروح عليها يعني واحده واحده، وبنروح عن طريق الكونفيجريشن وشلون نتعامل معاها وشلون الكوماندات يعني. بس في هذا الفيديو احنا راح نركز على الانستليشن حاليا لاوبن ستاك هاو تو انستولد، وبعدين ان شاء الله في فيديوهات قادمه ان شاء الله راح نمشي على هذين السيرفيسز وشلون هاو تو كونفيجر. فخلنا الحين نبدا سريع بشكل عملي. خلنا بس نطلع من هذا السلايدز وندخل. انا عندي هني عندي فيرتشوال ماشين راح انزل او سنتوس وعليه اوبريك سيستم سنتوس، وراح انزل الاوبن ستاك على هذا الفيرتشوال ماشين. انت تقدر على اي فيرتشوال ماشين، ده عندك فيرتشوال بوكس مثلا ممكن تنزله على اللابتوب او اي فيرتشوال ماشين ثانيه، او تقدر حتى على فيزيكال سيرفر. بس اهم حاجه ان هذا الفيزيكال سيرفر او الفيرتشوال ماشين يكون على نظام السنتوس اولا، سنتوس اس، لان هذا يعني انا في هذا الفيديو راح نشرح طريقه لان الكوماندات او الطريقه شلون ننزلها على السنتوس 8. ولازم يكون هذا الفيرتشوال ماشين عنده كونكتيفيتي مع الانترنت، لان راح نحتاج ان ننزل بعض الباكجات الخاصه بالاوبن ستاك. فانا البروسيجر حطيتها في نوت باد هنا عشان تكون اسهل نمشي عليها، ومقسمها الى ثلاث اقسام. اول 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 خطوه بتكون ان احنا اول شيء نعمل ابديت للسيرفيسز، وبعدين نعمل ديسيبل للنتورك مانجر والفاير وول. هذا من ضمن البروسيجر تبع الاوبن ستاك، ان النتورك مانجر والفاير وول دي هذا انيبل باي ديفولت، واذا كانوا انيبل راح يسبب بعض المشاكل في الكونكتيفيتي الى بعض الكومبوننت تبع الاوبن ستاك. فالريكومنديشن من الاوبن ستاك ان هاو تو انستول انه لازم نوقف او نسوي ديسيبل لهذه السيرفيسز. والخطوة الثانية راح ننزل الريبوزيتوري اللي هي الموقع اللي بننزل من الباكيجات عشان نعمل انستليشن الى الاوبن ستاك. وبعدين اخر حاجة اللي هو الاكتوال انستليشن، هذا الكوماند اللي راح يعمل انستليشن الى الاوبن ستاك. يعني هذه الخطوة كأننا احنا قاعد ننزل الاكس اي فايل او الانستليشن فايل، وهنا هاو تو امبلمنتد. فخلينا نمشي خطوة خطوة عشان تكون الامور ان شاء الله واضحة. فاول حاجة خلينا بس نعمل ابديت، نتأكد ان السيرفيسز كلها اب تو ديت على 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 على, على الفيرتشوال ماشين عندنا. فهذا هو الكوماند، خلي بس ترن شوي بياخذ وقت. خلينا نشوف بدأنا. اوكي هذا الابديت خلص اتوقع، nothing to do يعني يعني السيرفيسز كلها اب تو ديت عندنا. الحين نعمل ديسيبل الى النتورك مانجر والى الفاير وول هذه الكوماندات. اوكي احنا خلصنا اول خطوه، الحين بننزل بنروح للخطوه الثانيه نعمل انستول الريبوزيتوري، لانها بنحتاج فيها فايلات تبعت الاوبن ستاك. اوكي هني يمكن بتلاحظون اليوغا الفيرجن، هذا اليوغا هذه اخر ريليز الى الاوبن ستاك. هو في عده ريليزات، خلنا بس ممكن اوبن ستاك ريليزز ممكن بتكون اوضح اذا او قبل الاخير. هذه الريليز تبع اليوغا هي اخر واحده، وفي قبلها الاكسنا والفيكتوريا واليوسير، وهذين الانيشال ريليز. فهو حين اللي نزل عندنا اليوغا، خلينا
بدنا الحين نواصل، لان احنا عملنا ستوب وديسيبل نتورك، خلي بس نحتاج ان نسوي انستليشن للنتورك سكريبت الخاصه اذا اوبن ستاك هذا الكوماند، نحتاج بعض النتورك سكريبت. ممتاز، خلصنا النتورك. هذا بعد في هذا الكوماند للباور تول، يعني من ضمن البروسيجر نحتاج ان نعمل بعد انستليشن لهذا الباور تول. اوكي، اخر خطوه هي اهم خطوه، هذا الباك ستاك. احنا بنحتاج ان نعمل انستليشن للباك ستاك هذا، عشان اذا عملنا انستليشن راح نقدر نستخدمه to install the OpenStack. فهذا عبارة عن command، يعني بنزل السيرفيس how to إن نقدر to run the backstack command في الخطوة اللي بعدها. فخلينا بس ننزلها. نزلنا كل الريبوزيتوري اللي نحتاجها، الحين بس نحتاج إن ننزل the backstack. بياخذ شوي وقت، استنتظر. ممتاز، خلصنا من اخر خطوة. الحين الاكتوال انستليشن، الحين احنا هني لازم to install the backstack all on one كل السيرفيسز، بس في بعض السيرفيسز by default disable، مثلا الهيت by default it is not يعني not enabled، ما راح يعني ما راح to be installed. فانا هني حاط الاوبشن OS heat Y اللي هو yes to be installed، وباي ديفولت ان الاوبن ستاك راح يعمل لي بعد انستليشن الى ديمو، ديمو اوبن ستاك عشان فور تيستينج او اي حاجه. انا راح اعمل نو عشان بس اقلل من عمليه الانستليشن، ما راح نحتاج احنا هذا الديمو، فانا راح اعملها نو عشان بس احاول اقلل، لان هي عمليه الانستليشن عمليه طويله، ممكن تاخذ 30 ل 45 او حتى ساعه على حسب سرعه الانترنت وعلى حسب البيرفورمانس تبع الفيرتشوال ماشين. فخلينا الحين نعمل الرن الى هذا الكوماند. عشان نبدا الاكتوال انستليشن. اوكي،
هني هذه الخطوة الحين راح تاخذ وقت طويل، يعني نفس ما قلت لكم، لأن راح ينزل كل السيرف، الحين راح يعمل الانستليشن الى الاوبن ستاك بكل السيرفيسز وكل الاي بي ايز، وهي بتاخذ نفس ما قلت لكم وقت طويل، يمكن 30 الى 45 وحتى ساعة على حسب سرعة الانترنت والبيرفورمانس تبع الفيرتشوال ماشين. بس انا راح اعمل هني بوز عشان بس تو سيف التايم تبع الفيديو، ما يكون الفيديو طويل، واول ما يخلص راح نعمل ريزيوم الى الريكوردينج. فخلنا بس نوقف هني، واول ما يخلص راح اشغل مرة ثانية. ممتاز، خلص الانستليشن، تقريبا اخذ من عندي تقريبا قرابة الساعة. نشوف هذا لين كامل. هذا اخر كوماند اللي عملناه، وعلى ما يخلص الانستليشن يبين هني انه completed successfully. فهو بيقول اذا تبغى تو اكسس الاوبن ستاك نروح على هذا اللينك. طبعا هذا الاي بي تبعي تبع الماشين. الاي بي تبعي، فانا بحاول الحين اروح ادخل على اللينك بشوف اذا بيشتغل عندي الاوبن ستاك ولا لا. نحطه هني ونشوف. اوكي اشتغل عندي، خلنا نشوف اذا ايه. الحين عشان انا اسوي لوجن بشوف ان في فايلات صارت لها كرييشن كيستون فايل. احنا مثل ما ذكرنا من قبل ان الكيستون هو السيرفيس الخاص بالايدنتيتي. فالمفروض اذا فتحت هذا الفايل بشوف اليوزر نيم اللي اقدر استخدمه والباسورد. اليوزر نيم ادمن والباسورد هذا الباسورد. فخلني احاول استخدم واشوف اذا بيسوي لي لوجن ولا لا. نسوي ونحاول نعمل اوكي، نعمل ساين ان. شوف ده بيسوي لي لوجن ولا لا. شوية بطيء. ممتاز، دخل. الحين عندي انا الاوبن ستاك، يبين هنا عندي البروجكت، عندي السيرفيس اللي عندنا اللي ذكرناهم، الكمبيوت قلنا اللي هو النوفا، الفوليوم، النتورك، النيوترون، الاوركستريشن، كل هذه ان شاء الله راح نمر عليها يعني ان شاء الله في فيديوهات. بس الحين ناخذ يعني فكره، هنا الادمن وهنا الايدنتيتي اللي هو الكيستون، نشوف اليوزر الموجودين، المفروض في يوزر الى هذه السيرفيسز. فان شاء الله يعني بعد في فيديو يعني منفصل راح نشوف يعني هاو تو كرييت اليوزر والباسورد. تشوف هنا اليوزرز كلهم الى كل السيرفيس اللي عندنا، الجلانس، النيوترون، السويفت، سندر. زين لو رجعنا مره ثانيه، هذا اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس القوي، دخلنا وشفناه. يعني حتى من السي ال اي نقدر يعني تو كرييت سيرفيسز من الكوماند لاين. الحركه بسيطه، بنعمل لوجن بس نستخدم سورس ونستخدم ونحدد الفايل اللي هو فيه اليوزر نيم والباسورد، اللي هو بيكون الكيستون، بيكون اللي هو فيه كل المعلومات تبعت ال هاو تو اوثنتيكيت او هاو تو لوج ان الى الاوبن ستاك. فده عملنا احنا كذي، احنا الحين دخلنا خلاص الى الكوماند لاين تبع الاوبن ستاك. نقدر تو ابلاي اني اوبن ستاك كوماند، يعني اوبن ستاك يوزر ليست مثلا، ابغى تو ليست كل اليوزر اللي كرييتد في هذا البروجكت او في هذا
الاوبن ستاك بهذا اليوزر نيم اللي هو دخلنا الادمن، فبيراوينا بهالطريقه. ف اوكي الانستليشن سكسسفول، وعملنا لوجن من الكوماند لاين للاوبن ستاك ومن الجوي بعد، وعملنا بعد كوماند. وان شاء الله يعني في فيديوهات ان شاء الله قادمه راح نشوف يعني هاو تو نعمل كرييشن لبعض السيرفيسز من الجوي ومن السي ال اي. بس يعني هذا الفيديو كان فقط الى ان شلون نعمل انستليشن الى الاوبن ستاك. ان شاء الله يعني الفيديو كان مفيد، ومشكورين شكرا على حسن المتابعة، وان شاء الله نشوفكم في فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.